مراكش الأكيد أن الفرجة ستكون حاضرة في هذا السباق الثاني، تعطى الانطلاقة الرسمية للمسابقة الثانية جائزة واتباستود. إذن السباق كينطلق بثمانية ديال المشاركين انطلاقة صحيحة لهذا المسابقة، رقم ثلاثة لكي يأخذ المركز الأول، رقم ثلاثة دائما في المقدمة ديال المسابقة. كنلاحظوا كذلك الصعود من جانب رقم اثنان لكي يحاول يمشي للمركز الأول، الصعود من جانب كذلك رقم سبعة فوزي اثنان رفقة ياسين نوني لكي يمشي للمركز الثاني، رقم ثلاثة، رقم ثلاثة دائما في المركز الأول دائما من جهة الحاجز. كنوجدوا رقم ثلاثة في المركز الأول، رقم جوج المركز الثاني، الصعود كذلك الآن من جانب كل من رقم ثمانية إيكدغير نزمور اللي كيمشي رفقة العربي بوجعبة، رقم ثلاثة دائما المركز الأول، رقم ثلاثة في الصف الأول من جهة الحاجز، الجهة الخارجية رقم اثنان المركز الثاني. لاحظوا الصعود من جانب رقم سبعة فوزي اثنان رفقة ياسين النوني لكي يأخذ المركز الثاني. كنقتربوا الآن من الأمطار الأخيرة من هذا المسابقة المنعرج ما قبل الأخيرة، ودائما الصعود من جانب رقم ثلاثة كافاليي غوماراج لكي يأخذ الصف الأول، الصعود الآن من جانب رقم اثنان براون دو سولاري لكي يأخذ المركز الأول. الآن كنلاحظوا الصعود رقم اثنان زاتوب أوم دو مونت جواري كتمشي للمركز الثالث، المرشح الأوفر للفوز بهذا المسابقة رقم واحد كتقترب للمركز الثاني، فيما هناك الصعود من جانب رقم اثنان براون دو سولاري. إذن الصراعات الآن في أشدها ما بين رقم اثنان اللي كيحاول أنه يهرب أمطار كبيرة، بالفعل رقم اثنان كينجح باش أنه ينسل على الكوكب الأولى، الصعود من جانب رقم واحد زيتا توب دو مونت جوالي كتمشي رفقة خالد إبال المركز الثاني. إذن الصورة رائعة لهذا السباق، رقم واحد دائما الآن في المركز الأول، هناك الصعود من جانب رقم أربعة كذلك اللي كيحاول يمشي للمركز الثاني. اقتربنا الآن من الأمطار الأخيرة، كنمروا الآن من أمام المدرجات، دائما الصعود من جانب رقم اثنان براون دو سولاري اللي كيمشي مكية السيد كمال تساوي صراعات كبيرة في الأمطار الأخيرة أظن بشكل كبير. رقم اثنان براون دو سولاري ياخذ المركز الاول، بالفعل رقم اثنان كياخذ الصف الاول بدون منازع، رقم اثنان وامطار كبيره كيمشي للمركز الاول، رقم جوج المركز الاول، رقم واحد كياخذ الصف الثاني، رقم اربعه الصف الثالث، الصف الرابع، رقم ثلاثه والمركز الخامس، رقم ثمانيه. اذا رقم اثنان براون دو سولاري نقدروا نقولوا عليه كان من بين المنافسين الاقوياء في هذه المسابقه، حصل المركز الاول، فيما ابرز مرشح لواء ايزيتا توب دو مونجوا كان من بين ابرز مرشحين خذ المركز الثاني وديع. اذا نقدروا نقولوا السباق الاول والسباق الثاني لكن انه كانت هناك بعض التكهنات، كانت تحليلات، لكن نقدر نقول له انه المنافسين تفوقوا على المرشحين. طبعا سيف الدين وادي من بين الخصوصيه ديال الان سباقات الخيول، طبعا براوند دو سولاري يحقق الفوز الاول ديالو هذا السنه بعد ثلاثه ديال المشاركات، ثلاثه ديال لي بلاص، والاكيد لان هذا الفوز غادي يبقى مسجل طبعا في السجل ديال براوند دو سولاري وكذلك السيد الديساوي كمال لاول فوز في عالم سباقات الخيول المغربيه حقق في طبعا هذه السنة حقق هنا بمدينة مراكش في هذه الحلبة الجميلة والتي تحتضن يوم الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي لسباقات الخيول. إذن الأكيد وديع السباق كان قوي، كنشوفوا الآن الصور.